على الكب كيك. لا سيبي ده خالص سريعا على الكب كيك وهنركبه على بعضه وبعد كده ناخد الفاصل. يلا بينا. ايه كب كيك؟ كب كيك ده اللي هو هتعمله للكريسماس بالتشكيل معين. اتفضل. عندي كوبايه دقيق، ثلاث معالق كاكاو، نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن او زبادي او لبن راي، ونص كوبايه زيت، بيضتين، معلقه بيكنج باودر، فانيليا. جميل. التزيين بقى هحتاج شوكولاته ملونه، كريمه مخفوقه ولون اخضر. ممكن نقول أو بقى أي لون انا هقول لكم بالطريقه بتاعتي. يعني عندنا كوبايه دقيق وثلاث معالق كاكاو ونص كوبايه سكر ونص كوبايه لبن او لبن رايب وكمان نص كوبايه من الزيت واثنين بيضه ومعلقه من البيكنج باودر ومعلقه فانيليا صغيره. كل الحاجات دي هنركبها مع بعض. يعني هاخد كده سريعا اهو اللبن الرايب على الزيت، نركب بس دي على البيض، صح كده؟ على السكر، صح كده؟ تمام. طيب يبقى احنا حطينا السوائل كلها على بعض، هنحط على نخلطهم مع بعض وبعد كده هنضيف عليهم الحاجات الناشفه. الفانيليا. طب ناخد مدام نرجس. يا اهلا بحضرتك. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يسري؟ يا اهلا بحضرتك. انا بتصل من ساعه البرنامج ما بدا عشان اوصل لحضرتك. انا تحت امرك، بس احنا عندنا يعني زحمه في الاتصالات، سامحينا. وبعدين سلامي الخاص لحضرتك وللمدام اللي مع حضرتك. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. والسلام الخصوصي الحر من كل قلبي وبارك فيه وينصره ربنا ويحفظه من كل سوء ويبعد عنه شر كل مكروه، الرئيس السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. ربنا يخليك. جزاه الله كل خير وربنا يكفيه شر المرض ويحفظه لنا من كل شر. اتفضلي. هو انقذنا من حاجات كتير، ربنا يبارك فيه يا رب. يا رب يخليك، ربنا يكرمك ويجعل مصر بلد امنه. هو ربنا يا رب دايما يا رب. يا رب دايما دايما يا رب. مالكيش سؤال يا فندم؟ انا تحت امر حضرتك وسعداء جدا بسماع صوتك. بصوا بقى احنا حطينا الحاجات السايله كلها هنا، ودي الحاجات الناشفه، الكاكاو مع الدقيق والبيكنج باودر، قلبناهم مع بعض اهو، ورشه صغيره من الملح اهي اهي، شايفينها اهو. العجينه دي بنحطها نص الورق بتاعنا تقريبا، صح؟ وبعد كده بس عشان الوقت بقى، لان مجد عمال ساعة اهو، بعد ما استوت اهي هنا في كريمه مخفوقه عليها لون أخضر. صحي لون اخضر صحي. يلا هنجمل بيها بسرعه. يا استاذه فاطمه. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يوسف؟ يا اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازي صحتك؟ احنا من الناس اللي بيحترموك قوي والله يا شيخ. ربنا يخليك، وانا كمان بحبكوا جدا. ربنا يكرمك. ربنا يخليك لينا وشكرا ليك لذوقك يا رب يخليك. يا رب يبارك في عمرك يا رب يخليك. بقول لحضرتك يا شيخ ممكن نعمل سمك الماكريل، نعمله تونه زي العلب كده؟ لا هو ممكن يبقى يعني هيبقى قريب من سمك السردين لو فاكراه. فاكره سمك السردين؟ فاكره السردينه بتاع زمان البلد دي. لا في نوع من انواع المعلبات اللي هو السلمون، مش في نوع من العلب اسمها علب سلمون، هو هيبقى قريب منها لو عملناه بالطريقه اللي حضرتك بتقولي عليها. فهماني؟ انا ممكن اساعدك؟ لا شكرا. طيب ايه بس عايزه انا بص بقى، هي حطت، انا بشكر طبعا الحاجه على اتصالها عشان بس الوقت خلاص، شويه اهو في الفارماسيل وشويه تانيين في الحاجات المشكله النجوم والكلام ده، وهتحط شويه بالشكل ده عشان يبقى شكل شجره الكريسماس. احنا ممكن نبدل ونوفق، نجيب طبق هنا، واحده هنا، واحده وواحده، بعد كده نجيب الثانيه. انت هتحط هنا؟ طيب نحط في الكبيره دي، بس اسرع بقى لان وقتنا خلاص بقى، يعني ايه زي ما بنقول كده ازف، وقتنا ازف، واحنا وقتنا ازف كده. هشكرك واقول لك احنا سعداء بوجودك معانا. ممكن تجيبي لي دي وانا هشكل لك انا الشكل الاخير اهو. سعداء بوجودك، بنبعت سلام خاص لكل حبايبنا في كل مكان. ان شاء الله انتظرونا في حلقات مميزه زي ما انتم عارفين، بنقدم لكم الجديد دايما في تلفزيون الحياه برنامج